بمناسبة الحقه في أوله، في بعض الناس اللي هي بتبقى يعني بتبقى قلقانة شوية من إنها تصاب بعدوى فيروسية، بتبقى مثلا سلمت على حد طلع عرفت إن بعد كده عنده كورونا أو عنده الأنفلونزا أو عنده مخلوي أو عنده أي فيروس تنفسي أيا كان هو إيه. الناس دي تعمل إيه؟ يعني أنا عرفت إن أنا سلمت على مريض كورونا، تغسل ايديك بالماء والصابون. ما هو أنا بقى يعني خفت بقى هي لحسن تغسل أكون ايديك بالماء والصابون أغسل إيدي بس. طب ما هو في الأوضة ممكن يبقى في حد كان مريض كورونا أو عنده أي فيروس آخر، فالواحد يبقى خايف إنه اتنفس من نفس الهواء اللي هو يعني طلع فيه الفيروس ده. في حاجة أعملها؟ في حاجة ممكن تتعمل؟ هي نفس الحاجة اللي حضرتك هتعملها لو ما كنتش عرفت. يعني أنا داخل الأوضة سلمت على الناس وما عرفتش، هتصرف إزاي؟ هتصرف بشكل طبيعي إلى أن تظهر علي الأعراض. أقعد كده استناه كده و وأنت مش هتقعد تستناه. وإيدي أنا على داخل خدي؟ أسلم على ناس سلمت عليهم وكان عندهم حد عنده التهاب. ما زودش في فيتامين سي مثلا، ما عملش أنا حاجة. بقول لحضرتك أهو، أنا دخلت في غرفة سلمت على حد عنده إصابة وما عرفتش وكملت حياتي. ماشي، إيه التغير لو عرفت؟ ألحق نفسي ما بحاجة. هو ده اللي أنا بقوله، ما مش احنا حاجتنا بنفكر، كده. ما هو احنا بفكر كده، ما انا ده اللي بقول أنا لك بقوله، الثقافة إنه بتاعتنا هذه كمصريين بنفكر المعرفة كده. هي ضررها أكبر من نفعها. وبالتالي فحضرتك أنت تحترس، عشان كده وده المهم بقى، إنك أنت في الأماكن سيئة التهوية، ده اللي احنا بنقوله، في مكان سيئة التهوية، البس في الكمام. سواء في مكان مزدحم، ليه تدخل نفسك في أصل طلع عنده أصل ما طلعش عنده؟ التزم بالإجراءات الاحترازية، البس صح. الكمامة وخذ حذرك، ثم بعد كده تعامل بشكل طبيعي. تمام. طيب حضرتك قلت لي انا كمان مش بس بسؤول في وزاره الصحه، لا انا كمان باعتباري دكتور انف واذن وحنجره، انا استاذا لطب الانف استاذا والاذن لطب والحنجره. الانف والاذن والحنجره، انا بقول انه مفيش حاجه اسمها كده. انا بقى سؤالي بقى دلوقتي، حضرتك بقى باعتبارك دكتور انف واذن وحنجره عندك عياده، بتفكر ازاي في الفاتوره الالكترونيه؟ دعني اجيب باعتباري مسؤول. انا تواصلت، حضرتك بتختار الاجابه حسب ال انا تواصلت مع، لان هو اصل انا لا انا لو باعتباري طبيب ما اعتقدش كنت اعرف اتواصل معاه. تواصلت مع السيد رئيس مصلحه الضرائب الاستاذ مختار، وهو قال لي بوضوح كده انه النهارده المفروض يوم الثلاثاء هناك لقاء بينه وبين السيد نقيب الاطباء، وانه بوضوح مصلحه الضرائب في التعامل مع اصحاب المهن الحره لن سوف يكون هناك لجان مشتركه من المصلحه ومن اعضاء النقابات المهن الحره لدراسه كل التخوفات والمشاكل التي يبديها السادة الزملاء سواء في مهنة الطب أو غيرها، وأنه لن يكون هناك، وأنا بنقل على لسانه، وأنه لن يكون هناك إجراء أحادي من قبل الضرائب قبل الوصول إلى تفاهمات واستقرارات واضحة ما بين المصلحة وما بين أصحاب المهن الحرة أو ما بين الأطباء، لأنه الحقيقة هي ده هدف الدولة، هدف الدولة هو تحقيق الشمول المالي، لكن في نفس الوقت الاستقرار ورضاء الممول. هو أنا بالنسبة له ممول بالزبط. فمن المهم أن يحصل على رضا الممول وتسهيل حياة الممول. تمام. وإلا سوف أتوقف. يعني سؤالي الأخير، أستفيد بالثواني الأخيرة، منظومة التأمين الصحي أخبارها إيه؟ آخر الأخبار. الحمد لله إحنا السيد الوزير أعلن عن بدء التشغيل التجريبي في أسوان. منظومة التأمين الصحي الشامل. منظومة التأمين الصحي الشامل. يعني إحنا الحمد لله النهارده بورسعيد شغالة، الإسماعيلية شغالة، هنبدأ في أسوان إن شاء الله تعالى. في عندنا أكثر من 4.6 من 10، يعني 4 مليون و6 من 10 سجلوا في المنظومة في المحافظات. جنوب سيناء وشمال سيناء في البايب لاين، يعني خلاص مستشفى شرم الشيخ الدولي تم نقلها إلى هيئة الرعاية. في خدمات الحقيقة على مستوى رائع جدا ومتميز جدا بتقدم.
هناك دراسة وتوجيه من السيد الرئيس ومتابعة الحقيقة من السيد الرئيس وتوجيه بزيادة التوسع في عدد المحافظات وتطبيق التأمين في عدد أكبر من المحافظات حتى ولو كان أسرع من الخطة اللي موجودة أو ما هو موجود في القانون. الدكتور خالد عبد الغفار والوزارة شغالين بالتوازي، يعني مش بنستنى دلوقتي لما تخش المحافظة في التأمين عشان نبدأ نتعامل وكأننا في منظومة التأمين، لكن هناك توجيه منه ان احنا واحنا بنعمل محافظات التأمين حسب القانون شغالين بالتوازي على المحافظات الأخرى اللي هتخش في مراحل عشان تبقى جاهزة من حيث البنية التحتية، من حيث التأهيل، من حيث نوعيات الخدمات. فالحقيقة أنا شايف الحمد لله من خلال الدعم الرئاسي ومن خلال التوجه الحكومة ودكتور خالد عبد الغفار في وزارة الصحة شايف أنه في تحركات أسرع بكثير على الرغم من كل الأزمات العالمية وسلاسل الإمداد والصعوبة، لكن الحقيقة الملف بتتحرك بسرعة كبيرة جدا، الدولة بتتحرك بسرعة كبيرة جدا في ملف التأمين الصحي الشامل، لأنه الحقيقة التأمين الصحي الشامل هو الحلم الصحي بالظبط للمواطن المصري. اشكرك شكرا جزيلا يا دكتور حسام، يعني احنا اتكلمنا في كل الملفات تقريبا الا لو حضرتك عندك خبر عايز تقوله لنا ننفرد بيه او حاجه قول لنا، ما عنديش مانع. شكرا جزيلا دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه والسكان، نورتنا في مصر جديده. حقيقه اكيد صحه المصريين دايما على راس اولويات الدوله لانه هذا هو حق المواطن المصري، ولأن الصحة كمان أمن قومي، عشان كده وزارة الصحة عليها مسؤولية كبيرة في التعامل مع ملفات كتير، ملفات متشابكة بعضها ببعض، فيها مشاكل قائمة ومشاكل متراكمة، بعضها فيها خطوات طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالكامل علشان المواطن المصري ياخد خدمة طبية بالجودة التي يستحقها وبالمستوى اللي بيليق بمنظومتنا الصحية العريقة. شكرا جزيلا، بكرة مصر جديدة إن شاء الله.